بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونون بصحة وسلامة أنتم وعائلكم الكريمة. اليوم نكمل المحاضرة الخامسة لكن بجهاز آخر غير الجهاز العصبي، بعد ما انتهينا من الجنرال أنستيزيا راح ناخذ اليوم الجهاز القلبي، ناخذ اول موضوع به اللي هو الهايبرتنشن. طبعا الجنرال انستيزيا هي من ضمن مواضيع النيرفوس سيستم، والمفروض تاخذون اللوكال انستيزيا، بس احنا اللوكال انستيزيا يحتاج تطبيقات عمليه، فاتمنى انه يعطونكم في المحاضره بسيطه عنها بالمحاضرات العملي، لان الجنرال انستيزيا هي من ضمن المنهج النظري واللوكال انستيزيا من ضمن المنهج العملي. بعد ما خلص الجنرال انستيزيا معناته انه خلصنا من الجهاز العصبي، نجي ناخذ الجهاز القلبي اللي هو يعتبر ايضا بالمرحلة الثانية من حيث المواضيع الموسعة ودرجة الاهمية، هو الجهاز الكارديوفاسكولار سيستم. ايضا من ناحيه الفسلجيه والتشريحيه طبعا ما راح نتطرق لها، لان اكيد انتم تاخذون مواضيع فسلجيه او باثولوجي هي راح تتكلم عنها، لكن احنا ندخل راسا في صلب المواضيع الحالات المرضيه اللي هي اول حاله مرضيه يتعرض لها الجهاز القلبي اللي هو الهايبرتنشن. فنجي نريد نعرف المعنى الهايبرتنشن اللي هو ارتفاع ضغط الدم، defined as the either sustained historical blood pressure or greater than 140 millimeter زئبق or sustained diastolic blood pressure of greater than 90 millimeter زئبق. Hypertension resulting from the increased peripheral vascular arterial smooth muscle. إذا هو التعريف البسيط إليه هو ارتفاع يا أما بالسيستوليك أو الدايستوليك، ونعرف شنو معنى السيستوليك والدايستوليك، يعني ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي. فالسيستوليك والدايستوليك اللي هن معناتها بمعنى تشريحيا أو فسلجيا هو ضغط الدم اللي ناتج عن جهة الأتريوم، وضغط الدم اللي ناتج عن الفنتريكل. فالسيستوليك لابد انه ما يتجاوز 140 او نسميها 14، يعني نقدر نشيل الصفر ونقول 14. والدايستوليك البلد بريشر هو انه ما يتجاوز 90، فنقول 14 على 9 او 140 على 90. طبعا هو من الاساسيات او المشاكل او بداية الامراض القلبية هو ارتفاع في ضغط الدم. ضغط الدم من اهم اسبابه الهايبرتنشن ريزولت فروم، اهم الاسباب هو انكريز بيريفيرال فيزيكولار ارتيريال سموث مسل تون، على اعتبار انه شنو الشد العضلي للعضلات الملساء اللي يحدث بالاوعية الدموية الطرفية. يعني من في حالة حدوث ارتفاع ضغط الدم لابد اول سبب نعطي إيعاز انه اكو تقلص للأوعية الدموية الموجودة بأجهزة الجسم، اللي هي اما تكون بسبب خثرة او بسبب التضيق الشرايين او بسبب الاثيروسكلروسيس، فهاي كلها راح تسبب تضيق بالوعاء الدموي. فالوعاء الدموي ايش راح يصير؟ راح يرجع الدم الى القلب، فالقلب ما دام جاي تجي كمية كبيرة من الدم معناتها انه ايش يسوي؟ يضغط الدم بشكل قوي ويدفعه بشكل معاكس، يعني عملية فعل وردة فعل بسبب تدفق الدم او رجوع الدم بكميات كبيرة الى عضلة القلب. كلاسيفيكيشن تقسيم مالته، عندنا ثلاثة اقسام ممكن نطلق عليها هي الهايبرتنشن. اول شيء اللي هو مرحلة البري هايبرتنشن اللي هي بدايات
صعود الدم بشكل مفاجئ وبدون أي حالة مرضية تذكر. فهاي هنا need to for decreasing of the blood pressure، بمعنى أنه هنا هو accident hypertension، يعني عرضي نقدر نقول عليه بسبب حالة عصبية، بسبب أكو مشكلة مؤقتة سببت الهايبرتنشن. فهنا يسمونها البري هايبرتنشن، يعني هي مرحلة بداية لصعود ضغط الدم. هنا ما تحتاج إلى علاج، فقط أنه شنو ينص البيشنت بديكريز هايبرتنشن في المواد الطبيعية اللي هو consumption of the water، increase consumption of the water، or decrease salt، ممكن انه يقلل من الاملاح، وبالاضافه الى انه شنو نعطي بعض المدررات. المرحله الثانيه اللي هي يسمونها بالمايلد هايبرتنشن. ان شاء الله الصوت واضح طلاب، يعني اتمنى انه مشكله الصوت انحلت، لان يعني انا حاولت انه اغير بالبرنامج، ف اقول بلكي انه البرنامج هذا الجديد الصوت مالته افضل من ذاك البرنامج، والا هو الحاسبه انا هسه جاي اسمعه بشكل واضح بعد ما انتهي من التسجيل، وتلاحظون انه حتى صدمي خليت له حتى يكون شويه اوضح. اما من شغله اكو شغلات هسه تذكرتها، شغله انه عدم وجود المواد ما بين الورقية والفيديوية، قلنا احنا راح نعتمد على الورقية اكثر مما نعتمد على الفيديو، لكن اذا قلت لكم انه هذا الموضوع مهم وتكتبونه، لا هذا تكون مطالبين به حتى لو ما موجود بالمحاضرة الورقية، لان جاي هواي تجيني اسئلة انه استاذ هذا ليش ما موجود بالورقية وهذا ليش ما موجود، وهاي قلت لكم احنا ما نقدر نحكي عن الموضوع بشكل مباشر، لازم نوصل مادة بشكل متسلسل، بس احنا ما نريد نلود عليكم فتحفظون كل المواد، فنقول لكم يا بهذا الشغلة مهمة، هاي الشغلة مو مهمة، هاي الشغلة الاطلاع، وان شاء الله انه توصل الفكرة بشكل واضح. نرجع لموضوعنا، فالمايلد هايبرتنشن هو مرحلة انه تكرار ضغط الدم بعد ما حدث بشكل مفاجئ او بشكل عرضي. يعني ممكن انه هي نفسها البري هايبرتنشن لا بدت تتكرر اكثر من مره، هنا لا نبدي ناخذ محاذيرنا، لازم نشيك ليش جاي يرجع يرتفع مره ثانيه. هنا كنترول ذا مونوثيرابي ريكومنديشن ار يوز اس ثيازيد دايوريتيك، يعني نستخدم هنا المدررات البسيطه. لكن المرحلة اللي بعدها اذا هاي المايلد ما استقرت وما رجعت الى وضعها بدأت تتطور اكثر، فهنا بعد تطلق عليها بالهايبرتنشن، يعني مر اسبوعين ثلاثة اذا ما نزل الضغط رغم وجود المدررات، رغم الديكريز الاملاح، رغم كثرة شرب السوائل، لكن هنا بقى الضغط معلق او صاعد، لازم هنا شنو ناخذ محاذيرنا بشكل اكثر، هي ناخذ سكند ثيرابي، يعني هنا نشيك انه نسوي تخطيط للقلب، نسوي تشيك للبلد بازل، يعني احتمال وجود ثرمبوس، وجود اكو فد تضيق واكو فد مشكله ببعض الاورده والشرايين، فبالتالي هنا لا هنا تكون المساله لابد انه تحتاج الى متابعه مستمر. The major factor influence in blood pressure، هاي هنا هو العوامل الرئيسية اللي بنضف برجر، يعني شلون راح يصعد الضغط الدم بشكل رئيسي. فتلاحظون هنا هسه هاي المخطط حتى وان كان ما عندكم موجود بشكل شرح ممكن انه تحفظونه من الرسم. الفاكتور اذا اللي تأثر على البلد برجر تلاحظون انه الاسهم بشكل تصاعدي، اذا اهم الفاكتورات اللي يتأثر على ارتفاع ضغط الدم هو البلود فوليوم والفينوس تون، اي بمعنى شنو حجم الدم، يعني شقد موجود دم بالاورده الدمويه، والفينوس تون اللي هو الشد العضلي، اي بمعنى انه شنو كانما احنا نوصلها الفكره اسوده مال المي، وتلاحظون انه بيها كميه مي عالي، وهي اسوده شنو شبيهه
مضيقة القطر، يعني القطر مالتها ضيق، فبالتالي هنا شنو عندك دم هوائي وعندك تضيق، فش راح يصير؟ راح يصعد الدم اللي هو راح هنا نروح للمرحلة اللي بعد اللي هو شنو الفولنج بريشر اللي هو ضغط الامتلاء. ضغط الامتلاء لمن؟ إلى الأذين أو البطين، يعني من يمتلي في حالة التقلص والانبساط أكيد إذا كان أكو دم قليل فيمتلي بكمية قليلة، وإذا كم ما هواي راح يمتلئ بكمية كثيرة، وبالتالي هنا هاي راح تأثر على العمل اللي بعد. بوجود الكونتراكتيليتي تقلص، بوجود الهارت ريت، كل هذني راح يساعدن بوجود شنو ارتفاع الكاردياك اوتبوت. يعني شنو الكاردياك اوتبوت؟ كمية الدم المطلقة أو المقذوفة من القلب إلى الأوعية الدموية، واضح؟ بوجود العوامل الأخرى اللي هو الأرتيريال تون، يعني هنا مو فقط الفينوس تون، أيضا عندنا لأن احنا عندنا أوردة وشرايين، فهنا أيضا الشرايين راح تتقلص. إيش راح يصير؟ راح يصير بريفرال ريزيستنس، راح يصير مقاومة للجدران الأوعية الدموية المحيطية، وبالتالي لأن كلهن راح يساعدن شنو الأرتيريال بلاد بريشر. بتلاحظون ما دام الأسهم اللي فوق معناته كلها انكريز، يعني تصاعد. فإذا العوامل اللي تأثر بالشكل الرئيسي هو البلاد بوليو فينوس تون، راح تأثر لي على الفولنج بريشر، بوجود الكونتراكتيليتي، بوجود الهارت ريت، راح تزيد لي الكاردياك اوتبوت. الكاردياك اوتبوت هو السبب الرئيسي الى ارتفاع ضغط الدم، ارتيريال بلاد بريشر. طبعا هنا الضغط هو مو موجود فقط بالاورده، ايضا موجود راح يكون بالشرايين اللي هو الارتيريال تون، فراح يسبب لي زياده بالبريفرال ريزيستنس، يعني مقاومه الجدران مالت السوندن، الجدران مالت السوندن او مالت الشرايين ايضا راح تقاوم. كل ما يجي الدم عالي كل ما تتقلص باكثر راح تدفع لي الدم بشكل اكثر. نجي ناخذ المجاميع العلاجية. إذا هسه عرفنا كيفية حدوث ضغط الدم، ضغط الدم هو عبارة عن تجمع كميات كبيرة من الدم في داخل الأوردة والشرايين. هاي الأوردة والشرايين بسبب تقلص جدرانها بالشكل اللي عضلة تتقلص وتنبص بشكل تصغير قطرها، راح ترجع الدم إلى القلب، بالتالي القلب راح يرجع مرة ثانية بشكل أقوى، يعني عملية فعل ورد فعل، وبالتالي راح يزداد ضغط الدم الدايستوليك أو السيستوليك أو كليهما، وهي غالبا ما يكون اثنينهم صاعدات. طبعا هي أمراض هواي تسبب ضغط الدم، ممكن إنه التدخين، ممكن إنه الأمراض الأخرى، ممكن إنه مشاكل بالكلى، ممكن إنه مشاكل بالقلب نفسيته، لكن إحنا ما راح ندخل بيها كلها، ما نريد نلود عليكم. يعني احنا من راح ناخذ هسه بعدها الهارت فيلير، بعدين ناخذ الانجينا، كلها راح نشوف انه السبب الرئيسي لامراض القلب هو البلد بريشر. لكن البلد بريشر شنو اسبابه؟ اسبابه هو شنو؟ تقلص وضعف بالعضلات المحيطيه او زياده بوجود الدم بداخل الاورده الدمويه. فأنواع العلاجات، أول مرحلة قلنا من العلاجات اللي هي تكون بالفيرست تريتمنت، المرحلة الأولى أو بالفيرست ستيج، هي الدايوريتكس، المدررات. والمدررات أيضا نقسمها إلى عدة أقسام. المجموعة الأولى هي الثيازايد، يسمونها الدايوريتكس، can be used as initial drug therapy for hypertension mechanism of action. Decrease in blood volume lead to decrease blood pressure. مثال عليها hydrochlorothiazide اللي هو المديوريتكس، lowering blood pressure initially by increasing sodium and water excretion. هنا أيضا ملاحظة مهمة أنه من أهم العوامل إلى زيادة ضغط الدم هو وجود ملح الصوديوم وملح أملاح الصوديوم وملح الكالسيوم، واضح؟ كذلك وجود الووتر. فإذا الثيازايد
هنا يعتبر initial drug يعني العلاج الأولي أو المرحلة الأولى للهايبرتنشن. ميكانيزم أوف أكشن شلون يشتغل؟ إحنا قلنا لازم شنو؟ إذا نريد نشتغل على الميكانيزم لازم نشتغل على العوامل اللي ذكرناها بالمخطط اللي هو البلد فوليوم. إذا قللنا البلد فوليوم راح شنو؟ راح يقل البلد بريشر. من خلال شنو؟ من خلال قلة بدخول الصوديوم والووتر إلى الدورة الدموية، أي بمعنى أنه راح هنا يزيد عمل الكليتين، فراح تطرح كميات عالية من الصوديوم والووتر خارج الجسم، بالتالي راح يقل البلد فوليوم، بالتالي راح يقل البلد بريشر. هذا الثيازيد. إذا هذا وين يشتغل؟ داخل الكليتين. نجي ناخذ اللوب دايوريتكس اللي هو الفروسامايد والتوريسامايد. هذا ايضا اذا شايفينه اللازكس هو الفروسامايد. Act primarily by blocking sodium and chloride reabsorption in the kidney, بالتالي increase renal blood flow. هذا هم يشتغل على الصوديوم والكلورايد، لكن هنا شو يسوي؟ مو يطرحهم خارج الجسم، وإنما يسد مستقبلات اللي هن يسد المكانات اللي ممكن إنه يسترجعن إلى داخل الجسم. Promote blocking sodium and chloride reabsorption. يعني هنا يمنع إعادة امتصاص الأملاح من خلال الكدني في مكان اللي هو باللوب، يعني منطقة اللوب. واضح؟ فبالتالي هنا ايضا اذا ما يلقى المكان هاي الصوديوم والكلورايد انه يرجع للدوره الدمويه، بالتالي راح ينطرحن خارج الجسم. فالنتيجه نفسها، هو راح يقلل البلد فوليوم. ليش؟ لان ماكو صوديوم وكلورايد داخل الدوره الدمويه. هنا الثيازايد يزيد طرحن خارج الجسم، هنا الفروسامايد يغلق مكانات استرجاعهن. فالنتيجه واحده. المدرر الثالث او الجروب الثالث من المدررات اللي هي يسمونها بوتاسيوم سبيرم دايوريتكس اللي هو الاميلورايد وسبايرينو لاكتون. اذا سامعين بيه بالالتكتون، احد العلاجات المهمه اللي تستخدم مو فقط لامراض القلب، يعني مو فقط لامراض ضغط الدم، وانما اغلب امراض الكاردياك سيستم. هذا شنو شغله؟ Reduce potassium loss in the urine. هنا البوتاسيوم بالحالة الطبيعية ممكن انه ينطرح حال الكلورايد والصوديوم، لكن هنا بعلاج ضغط الدم لازم اخليه ما ينطرح خارج الجسم، استفاد من عنده، لان البوتاسيوم من الاملاح المهمة التي تساعد على التقلص والانبساط لعضلة القلب. ايش يسوي؟ اسحبه للدم، ارجعه مره ثانيه لعضله القلب، يعني اقلل من طرحه خارج الجسم. واضح؟ هاي المرحله الثالثه او النوعيه الثالثه من المدررات. الجروب الثاني من علاجات الهايبرتنشن اللي هي نانا يسمونها بالبيتا بلوكينج ايجنت، يعني المركبات اللي تغلق ريسبتورات البلوكر، العفو البلوكر بيتا، يعني تغلق ريسبتورات البيتا. The beta blocker reduces blood pressure primarily by decreasing cardiac output. مثال عليها اللي هي البروبانولول and ميتابرولول. يعني هاي أقل من القليل التعريف. يعني إذا نريد نحكي على كل علاج يراد له في محاضرة كاملة. هنا مجرد بس رؤوس اقلام للعلاج حتى تعرف شلون جاي يشتغل. فهنا البيتا احنا نعرف القلب هو ريسبتورات اللي تشتغل عليه البيتا، فانا انطي علاج يغلق ريسبتورات البيتا، بالتالي راح يقل التقلص والانبساط، يعني اقلل تدفق الدم اللي يرجع الى داخل الاوردة الدموية. مثال عليه اللي هو البروبانولول والميتابرولول. المجموعة الثالثة اللي هي الاي سي اي انهيبيتر، هذا مختصر اللي هو الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم. واضح؟ such as enabril and lisinopril. يعتبر
first line treatment of hypertension in the patient with the compliant indication, including high coronary disease risk or history of the diabetes, stroke, heart failure, or myocardial infarction. يعني هنا أنا ما يستخدم فقط لارتفاع ضغط الدم، وإنما يستخدم هذا العلاج لارتفاع ضغط الدم المصاحب إلى الأمراض القلبية أو الأمراض الهضمية الأخرى اللي هي مثلا الهارت فيلير، الانفاركشن، الدي ام، السكري، واضح؟ أو الأنجينا اللي هو الكورونري ديزيز ريسك. فهنا هذا شنو شغله؟ هو اي جي اي سي اي انهبيتر انزيم، يعني شو يسوي؟ انه يثبط انزيم الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم. هذا قلنا الانجيوتنسين اذا تذكرونه في بعض المحاضرات اللي ذكرناها بالبدايه انه يقلل تحويل الانجيوتنسين 1 للانجيوتنسين 2، بالتالي راح شنو؟ يقلل او يزيد العفو كمية الإدرار المطروحة خارج الكلى، واضح؟ فهذا يشتغل أيضا على من؟ على الكليتين.